مساء الخير يا روحيه يا اختي. ازيك يا حلاوتها؟ انا الحمد لله كويسه، قلت اقعد معاكي شويه كده قبل ما انام. يا سلام، ده انت تأنسي وتنوري. قولي لي يا اختي، الوليه كيده والنهارده كانت بتزعق عمال على بطال، كان صوتها وسع كده، كانت بتزعق على ايه دي يا اختي؟ قطعت وقطعت سيرتها الوليه، اتجننت، فاهمه ان انا قاعده عال عليها. يا ندمتي؟ بس انا بقى ما سكتلهاش، اديت لها من المنقي خيار وقفتها عند حدها. هو كده، دي تستاهل على طول تاخد من المنقي خيار، اديها على نفخها. بس انا النهارده بقى كان صوتها وسع كده، هي وولادها جايب للطريق الصحراوي. في حاجه يا روحيه، في حاجه ما نعرفهاش، في حاجه كبيره قوي قوي قوي. مش قادره افهم، كل يوم والتاني الاقيها مسافره في حته. بتروح فين يا اختي الوليه دي؟ مش عارفه لا بتروح فين ولا بتعمل ايه. طب ما احنا عايزين نعرف هي بتروح فين. وحياه معزتك عندي لا اعرف لك. يا ما نفسي اعرف بتخططي لايه يا كيداهم. الاقيش يا اختي معاك سجاره لحسن خرمانه؟ ابتسام يا حبيبه قلبي، ماما انت فاكراني راحه بالمواصلات جايه توصليني؟ يا بنت انا مسافره بالعربيه. ما انا عارفه انك راحه بالعربيه وانا جايه معاكي. جايه معايا ازاي يعني؟ وجوزك وابنك هتعملي فيهم ايه؟ ايه يا ماما، اخس عليكي مستخسره فيا الفسحه؟ وبعدين ابني ما هيقعدوا بيه اخواتي، وبعدين جوزك كان هيشق هدومه كده من الفرحه لما عرف ان انا مسافره معاكي عشان اخد بالي منك. بقى كده اوحيتك عندي. طيب يا حبيبتي اطلع يا اخويا، اطلع اطلع. يا ست حلاوات بسرعة، يلا يا ست حلاوتهم بسرعة يا اختي، يلا جاري ورا العربية اللي فاتت دي، اوعى تفلت منك. خلاص دلوقتي عرفنا هما نازلين فين. طب يلا يا اختي احنا كمان نشوف هنقعد احنا كمان فين. يلا يلا. بنت يا ابتسام، ابتسام يا ابتسام، اعمل فيكي ايه؟ اجيب لك ليمون؟ هعمل لك ايه؟ رجليها وجعتني، الله يخرب بيت الكعب العالي على بيت يوم، مش قادره اقف خلاص. معلش اتاخرت كده ليه في الاجراءات؟ الله يا ماما، مش كنت بخلص الاجراءات بتاعت السويت بتاعتك، اعمل ايه يعني؟ وانا كمان لقيتك اتاخرت، اتسربت، نطيت على الترابيزه دي زي القرد ابو زيد، هعمل ايه؟ رجليها هتقع مني. طول عمرك شاطره وزي القمر. لهلوبه طبعا. يلا. بصي بقى يا كبيره، انت دلوقتي هتطلعي على الاوضه هتلاقي الشنط وراكي بثلاث دقائق، خمس دقائق بالظبط هتلاقيني وراكي انا كمان. طب الاوضه نمره كام؟ 1101، اوعي تنسي. لا مش هنسى، 1101. ايوه 1101. ايوه 1101. أيوة. يلا حبيبتي ماما ما تتاخريش عليا، جايلك حالا. انا على 01. 1101. شحته شحته. ها يا معلم. جاهز؟ جاهز يا معلم. طب يلا بينا عشان نلحق الناس اللي في المينا. يلا معلم. على فكره روحية كلمتني تقول لي ان حلاوتهم كيداهم هم كمان رايحين المينا. يلا بينا. متشكرين. المهم تكون اتبسطت معانا. يا سلام، الا اتبسطنا طبعا. يا بنات يا ستات يا رجاله، كلوني التلات خمسات اي حاجه فبقوها ابوس ايديكم. اصحى يا حبيبتي، اصحى 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 يا بنتي، اصحى يا حبيبتي. يلا يا معلمي، يلا دي بدات تفوق احسن، لو فقت تبقى مصيبه. هو غفلت بنتي، لازم اطمن عليها. يلا بقى استديها بنتي، استديها استديها، فوقوها فوقوها.
متشكرة قوي، تعبتكم معايا معلش. الحمد لله. ميرسي. بص بص ابتسام، مالك يا حبيبتي؟ ايه وشك مخطوف كده ليه وزي الليمونه؟ مالك؟ انا كويسه يا ماما، ما تخافيش. ما تخافش ازاي انت وشك اصفر كده؟ ما تقلقيش عليا يا ماما، انا واخده دوايا وكله تمام. ما خدتي دواء السكر النهارده؟ ايوه يا ماما واخداه وكله تمام صدقيني. امال مالك مش طبيعي؟ ابدا، اصل انا واقفه بره على الكاونتر بتاع ريسبشن اغمى عليا. اغمى عليكي يا مصيبتي؟ يا لهوي يا خرابي، اغمى عليكي ازاي؟ اصل انا واقفه بره على الكاونتر بكمل اجراءات التشيك ان، فجاه كده سمعت صوت زي صوت بابا بيقول طبعا، فلفيت ببص عليه لقيته بابا يا ماما، بس زي ما يكون كده طلع له شعر طويل وكان جنبه شحته. ايوه الواد شحته، بس زي ما يكون كده طلع له شعر كتير كده يا ماما، ملولو وعامل زي بتاع الافارقه. افارقه ليه؟ ابوك وشحته بدلوا دماغهم ولا ايه؟ بوم بوم لاوي بوم يا خرابي رابي. يا اختي جايبه الكلام ده منين؟ كملي يا ماما. وبعدين مش عارفه يا ماما، انا فجاه شفت المنظر ده اغمى عليا، ما حسيتش بنفسي، بس طول الوقت وانا مغمى عليا زي ما يكون كده بيتهيألي ان انا سامعه صوت بابا بيرن في وداني وانا مش عبيطه عن صوت ابويا. فجاه يا ماما فقت، ما لقيتش حواليا غير البنتين اللي كانوا بيفوقوني، وبابا اختفى خالص. وايه موضوع اللوكندات ده؟ كل ما نروح لوكندا فيها مصيبه، حتى رحت لبنان اللي في اخر الدنيا طلعت لي في اللوكندا، سيبت اللوكندا ورحت الشقه طلعت لي في الشقه. لا انا مش فاهمه هو ايه الموضوع بالظبط؟ ميت الراجل ده ونفسه في الدنيا ولا ايه؟ ايه ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهمه منك اي حاجه. انا اللي ما بقتش فاهمه، ابوك عايش ولا ميت وبيستهبل؟ شكله كده هيطلع بيستهبل يا ماما. الله، السرير ده حاجه ملوكي قوي يا اختي، مش بتاع اللومان. ما تفكرنيش باللومان، لحسن انا قضيت فيه نص عمري، ايه وقت تفكريني تاني؟ معلش يا اختي، ما تفتكريش اللي راح بقى خلاص، اهم حاجه ان احنا خدنا لوكاندا جنب الولايه اللي اسمها كيداهم دي. العربيه هنلاقيها واقفه قدام اللوكاندا، هنعرف ان كيداهم ومنتهى نازلين. اخس عليك يا توتو، يعني احنا هنستنى كل ده هنا؟ الله، ما انت قاعده يا بنت مكيفه في المستكيف اهو، في ايه؟ وبعدين هما يعني هيقعدوا قد ايه؟ هي كلها ساعه ولا ساعتين وتلاقيهم نازلين. على رايك أموت وأعرف الولية دي جاية هنا تعمل إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. والنبي يا أخويا عايزاك توديني لوكاندا كويسة، بس تكون أسعارها حنينة شوية. لأنجلي لأنجلي، اتفضلي يا مدام. ماشي يا أخويا. Thank you.
عافيتك. يلا عليك الأصدونية يا اختي. لو ليه اختي انا وراها كعب داير يا اختي، نفسي اعرف هي جايه تعمل هنا ايه. يا حبيب امك، يا حبيب امك، يا حبيب امك، يا حبيبي، يا نور عيني. الو، ايوه يا ابو سليم، ازيك يا اخويا خمسه هوانيو؟ انا كويسه الحمد لله، بكلمك من بورسعيد. ايه ده، انت هنا في مصر؟ هلا هلا ويا اختي اسم الله، ده الكلام ولا بلاش؟ طيب هشوفك امتى؟ بكره؟ خلاص ماشي. طب بقول لك ايه، الراجل اللي من طرفك هيسلم الست اللي من طرفي امتى وازاي؟ يا سلام، بكره؟ ها هلا هلا ويا اختي اسم الله. خلاص ماشي، الشيك معايا يا اخويا، ما تخافش كله تمام. ماشي يا حبيبي، بالسلامة يا ابو سليم، بالسلامة. خلاص الله معك، بالسلامة. الله الله ويا اختي اسم الله. ايوه ده الكلام الحلو. الو، هيا فتحية، ازيك يا بنت، عاملة ايه؟ معلش مخفية مش عارفة اتكلم معاك، بنتي معايا كده ملازماني زي ظل، مش عارفة اتكلم معاك ولا اخد ولادي. بكرة، بكرة احكي لي كل حاجة. خلاص الله، مش فاهمة بترد ليه في الكلام، ما قلتلك بكرة يا فتحية. بكرة جهزي نفسك عشان أقولك تستلمي الحاجة امتى وفين. خلاص بقى ماشي، بالسلامة يا معشاقة. بالسلامة يا دنيا، ربنا معك يا أخويا، ربنا معك يا حبيبي، بالسلامة. انت معايا يا رب، خلاص يا رب. وحشني قوي عليا، كان وحشني قوي قوي يا اختي. بركه يا اختي انك شفتيه، انت كنت عارفه ان هو هنا؟ لا والله لا ما اعرفش، بس هو كويس انه جه، دي كانت احلى مفاجاه ليا، الحمد لله انه عارف مكاني. الضنا يا اختي، الضنا، الضنا غالي يا اختي، الضنا غالي. معلش يا اختي. اهلا 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 ابو سليم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم حلفي، الله يسلمك. الحمد لله على السلامه ابو سليم. الله يسلمك يا شحته، وريني تقبرني. حاجه بقى ايه، اوريجينال خالص والله، بيضت وجهي قدام معلم. ولسه ولسه هيحمر اكتر ما هو محمر. شوف التقيلة، اعطيني اعطيني. حاجة اوريجينال خالص. منيح منيح. تقبرني تقبرني. بالراحة حبيبي. هنا هنا ورا، والله وقعت يا مسلم ولا حد اتصم عليك. ارجع عني يا مسلم، تقبرني اذا بتريد. شغال مع البوليس. العمى شوفيه مروان شايبوه او ايزاك شاكوه، انت مطلوب القبض عليكم. وايش التهمه يا سيدنا؟ ما تحاول تنكر، كل شغله مسجله عنا صوت وصوره. تفضل معنا بالو. حبيبتي جوليانا، انا مش جوزيف فرنجيه زي ما انت فاكره، انا اسمي حنفي البرنس، مصري مسلم. عشان كده احنا جوازنا ما بيزبط، والعقد المدني اللي ما بيننا خلاص اعتبريه كانه لم يكن، لانك اتجوزتي واحد تاني.
اسمه جوزيف ومش حنفي البرنس. الى اللقاء يا جولي. شو هالخبريه؟ ما عم صدق اللي بسمعه. هيدا شيء مثل الافلام العربي. انا خلاص رح جن. معقول انا كل هيدا عايشه مع شخص ما بعرفه؟ ويا ترى ابو سليم على علم بحياه زوجك؟ ما بعرف. معناته مثلا انك تروحي عند ابو سليم حتى تعرف شو الموضوع بالضبط. معك حق. يلا قومي شو ناطره، انا كمان جاي معك. يلا. شو عملتي؟ ما في حدا جوا. كيف؟ ما بعرف، شيء غريب. بلك مسافر؟ طب وين رجالته؟ في شيء غريب عم يصير. اكيد. ماشي. الحقيقة انتو اديتوا خدمة عظيمة جدا للبلد، وانا بيتهيألي ان بعد اللي عملتوه دوت هيخليكم ناس تانية خالص، وتنسوا كل الحاجات الغلط بتاعت زمان. طبعا يا فندم، احنا ندمانين على اللي حصل كله، وخصوصا ان شفنا ناس كتير بتضحى علشان بلدنا مصر، واحنا مش اقل وطني يا فندم. احنا تبنا وعدنا الى الوطن الى رحاب الوسع. والله يا باشا، والله يا باشا العمليه ديت يا باشا فوقتنا جامد يا باشا، وخلينا نحس بحوار الاستقامه ده. بحوار ايه؟ الاستقامه. اه بحوار الاستقامه. وبقينا نحب بلدنا قوي يا باشا، وعايزين نبدا بدايه جديده ان شاء الله مع حوار الاستقامه. الحقيقه يا فندم، شحته وحنفي قدموا خدمه عظيمه للوطن. وعشان كده يا فندم بقى يعني وعد الدين حر، وعد الحر الدين عليه. ايه ده؟ في ايه يا رفعت؟ الحقيقه سعادتك هم عايزين يعني يرجعوا للحياه تاني، لانهم في نظر القانون دلوقتي اموات. طبعا طبعا، ده لازم هيتم، وانا بوعدكم ان احنا نتعاون معاكم علشان كل الاجراءات دي تخلص في اسرع وقت. يا ربنا يطعمك وما يحرمك يا رب. ايوه ربنا يطعمك، دعوه امي، ربنا يطعمك وما يحرمك وينجيك. زولينا، شو اللي صار؟ شفت الجريده اليوم؟ ايه شو فيها؟ كمشوا ابو سليم بمصر، وكمشوا معه المليونير الكبير مروان شيبوب. امتى؟ الجريده عم تقول اوليت امبارح. وما اجت سيره جوزيف بشي؟ لا ما اجت سيرته، بس منك منتبهه انه الرساله تبعت جوزيف كانت بذات الوقت يلي كمشوا فيه ابو سليم. شو بتقصد؟ بقصد انه يكون في احتمال جوزيف كان جاسوس، وهو يلي خبر عن ابو سليم. معك حق انطون، خصوصا انه ما اجت سيرته بالجريده. معقول جوزيف يلي كنت مفكرته كتير طيب يطلع منه كل هيدا الشيء؟ انت كنت متزوجه داهيه ونحن نايمين فوق دينينا. لا راح فين الراجل ده؟ من قاعده بتظرب بورسعيد، مش كفايه اداني ميعاد امبارح وما جاليش؟ يا ترى انت ميت ولا حي ولا فيك ايه نصيبه بالظبط؟ جيب العواقب سليمه يا رب. الو يا فتحي، ولا حاجة يا اختي، اديني قاعدة مستنية فرج ربنا علي، عاملة زي قرد قاطع. انا مرزوعة بورسعيد اهو. طيب بقولك ايه، استنى احسب فيه مكالمة تانية طلباني. طب اقفلي بقى دلوقتي، اقفلي احسب فيه مكالمة ظهر من بره. طب مع السلامة دلوقتي، انت رغاية قوي. بالسلامة يا كريستال، بالسلامة. الو معلمك ايه ده؟ ايوه يا اخوي، انا من طرف المعلم ابو سليم. اهلا اهلا براحه الحبايب، ان انا كنت مستنيه المكالمه دي بفارغ الصبر. معلش يعني لما اصور الصبايه كنت بعتذر لك، يعني انه هيسلمك وانا بقى اللي هسلمك البضاعه. اه يعني انت اللي هتسلمني البضاعه؟ طب وماله، فين وازاي؟ اه طب دقيقه واحده بقى لما اجيب ورقه وقلم. طب خليك معايا على التليفون. من فضلك ممكن ورقة وقلم؟ شكرا. ايوه انا معاك. ايوه طيب. طب قولي، بقولك ايه، اللي هتجيلك اسمها فتحية. فتحية ايه؟ انت مال، انت هتناسبها ولا هتراقبها؟ فتحية وخلاص، انت اللي هتكون لابس ايه عشان اقول لها ملامحك؟ ايه؟ بدلة حمرا وجزمة صفرا؟ طب يا اخوي ماشي، اتشرفنا بيك، بالسلامة. خمسة هوا نيو، مع الف سلامة. ده ايه ده؟ بلياتشو ده ولا ايه؟
وطعت انت وابو سنين في الساعه واحده. الو اهي يا بنت فتحيه، بقول لك ايه، عايزاك تحطي ايدك في سنانك وتكوني عندي هنا في الريره. ايوه يا اختي، في الاوتيل في الريسبشن اللي تحت ده، اول ما تخش من الباب هتلاقيني في الريسبشن قاعده لك مستنياك. اما انت رغايه قوي، اما تيجي افهمك كل حاجه. طيب يلا بالسلام، طريقك اخضر ساقعه وفيها يا بنت، يلا مستنياك. يلا حبيبتي اديني لبست اهو، جهزت كل حاجه، يلا بينا بقى عشان نعمل اللي احنا كنا عايزين نعمله. معلش يا ابتسام يا حبيبتي، انا ما اعرفش راسي وجعني فجاه كده، ما عنديش استعداد اسمع زمامير العربيات اللي بره دي ولا المحلات ولا لفها. انت لف واشتري اللي انت عاوزاه وانا مستنيك هنا في الريسبشن اللي هنا. الف سلام عليك يا ماما يا حبيبتي. طب تحب اجيب لك اسبرين او اوديكي الدكتور او حتى اوديكي مستشفى؟ لا يا اختي مش للدرجه دي، خمسه بعد الشر عليا. جرالك يا ابتسام، بقول لك ايه، انت روحي مشوارك يا حبيبتي وهترجعي بالليل ان شاء الله، نتمشى نشم الهواء على الكورنيش ونروح ناكل السمك الفرنش. ماشي حاضر يا ستي، سلام مؤقت بقى. سلام يا روحي، خمسه هوانيو. ربنا معاك يا بنتي يا حبيبتي. الله ينور يا سعيد، ده انت ظبطت المكالمه مع كيداهم، ولا اجدعها رئيس عصابه يا راجل. تلميذك يا ستهم، وادي احنا اهو بنتفسح لنا يومين في بورسعيد، لا كانوا على البال ولا على الخاطر. شفت بقى يا سعيد حلاوتهم صاحبتي، بس انا ومفسحانا على الاخر ازاي، يخليك يا حلاوتهم. طبعا يا قلبي، هو في احلى من هكذا انبساط؟ الشاي والسكر والوجه الحسن. اختشي يا سعيد بقى اختشي. بقول لكم ايه، عنتر وعامله انت وهي، بطلوا بقى الكلام ده، خلينا نتكلم في المفيد. انت عرفت هتعمل ايه بالظبط؟ امال يا ستهم، بس تعرفي الالماز المزيف اللي احنا خليناه معانا ده طلع ليه عوزه، وعوزه حلوه قوي، هتخلينا نسيطر على الاخر. فهمت يا بنت فتحيه، عرفتي ايه اللي هتعمليه؟ ابي يا معلمه، ده احنا تلاميذك. عفرم عليك يا بنت. بقولك يا بنت يا كريستال، خلي بالك من الشيك اللي معاكي، لحسن ده مكتوب فيه الحامل، لو عيل صغير راح يشتري فول ولاقاه هيصرفه. ما تخافيش، ده انا اشيله جوه حبابي عينيا، هي الحاجات دي فيها هزار. يسلم بقك يا بنت، واول ما العمليه تتم تروح رزعاني تليفون. لو عايزاني اجيلك بعد كده اجيب لك الحاجه، ده لو انت عايزه تاخديها معاكي مصر. نعم يا دلعدي، جرايه بتاعت السكريت والمعاش انت، وانا افهم في التهريب. لا دي شغلتك يا حبيبتي، انت تجيب الحاجه من هنا وتنط في السوبر جيت من هنا، تنزلي مصر تلاقيني هناك مستنياكي. تحت امرك يا ست الكل، هقوم امشي انا بقى، واستني مني تليفون بالليل. وانا كمان هسافر بعربيتي عشان استناك انك في مصر. ماشي سلام. سلام ورحمه الله وبركاته. يا ترى مين الست اللي قاعده مع ماما دي؟ شكلها غريب قوي. رجعتي بدري يعني؟ عادي، ما لقيتش حاجه اعملها، والشوبينج لقيته ما عجبنيش كله، فاشتريت شويه حاجات قليله كده. الحمد لله. يلا اطلع حضر الشنط. شنط؟ شنط ليه يا ماما؟ مالها الشنط؟ الله، مش انت قبل ما تمشي قلت لك ان انا عندي صداع، واللي زاد وغطى ان جالي تليفون من مصر عاوزيني في شغل ضروري ضروري. شغل؟ وشغل ايه ده بقى يا ماما اللي احنا نازلين له فجاه كده على مصر؟ انا مش فاهمه، انت واخواتك بتحشروا مناخيركم في الليكوا فيه ومالكوش فيه. اطلعي بنت من سكات التمالك. ماشي يا ماما حاضر، بس ما تتعصبيش عليا قوي والنبي كده عشان دمك ما يتعكرش، انا طالعه اهو. طب يا اختي يلا. يا بنت الابال يا فتحيه، بقى انت بتشتغلي مع الوليه كيداهم وانا معرفش. عشان كده انا اتسكت في الالماز المره اللي فاتت. طيب يا كيدان. طيب طول عمري اقول لك حلاوتها، البت دي غداره وملهاش امان من ساعه ما كانت معانا في سجن وهي ماشيه مع الرايكه. هكذا اقبض وسيطر، الشيك اهو يا ستهم. هات
احنا بقى ننزل دلوقتي على مصر على طول عشان من الفجر نلحق نصرف الشيك قبل ما كده تشك في حاجه. يلا بينا يا اختي على مصر. يلا بص انت من الصبح بدري انت اللي هتروح تصرف الشيك معايا عشان لو كيداهم راحت وسالت ما تعرفش ان انا اللي ورا الملعوب. ومال ونصرف ده انا حتى عنواني في البطاقه مش هنا على بلدنا في ملاوي. تبقى تروح بقى تدور وتسال اكبر وسيطر. قشطه قشطه جدا. عملنا ايه؟ انبسطنا اخر انبساط، كلنا وشربنا وبلبطنا، كل نفسي تبقوا معايا. اه والله يا بنتي يا امينه، فعلا السفريه دي كانت ناقصاكي انت والبنت كركر، بس ماما جابتنا على عمانه كده فجأه مش عارفه ليه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت جايه فاضيه كده؟ مش تجيب لنا بقى كده سمك حلوه كده بيقولوا سمك في بورسعيد يعني؟ اتنقيلي بس السمك والكابوريا والاستاكوزا والجمبري احيي، ده كله بيلعلط كده. اوعي تزعلي يا كركر، المره الجايه هاخدك انا وانت لوحدينا ونسيبهم في البيت ونروح ناكل سمك لوحديكم. يا سلام كلنا مع بعض يا بنت. يلا كويس انك اتجمعتوا عشان عندي شغل. شغل يا ماما؟ هيكون شغل ايه يا حبيبه ماما؟ فمين غسيل عند الجيران؟ عندي شغل اللي بجيب لكم اللبس والحاجات الحلوه، عندي بيزنس، اي بيزنس وومن. يلا باي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بالمغامرات والمشوقات والإثارة والمتعة والمستفتة. في ايه؟ انت هتحكي فيلم هندي ما تخلصي. ما تقولي يا بنت تخلصينا. اصل يا جماعة انتوا مهما حكيت لكم انتوا عمركم ما هتصدقوني. انتوا عارفين انا شفت مين؟ مين؟ بابا الله يرحمه. بابا كدباو التخاريف والعبط اللي انت فيهم دول. البابا الله يرحمه قال كيفت. كله تمام ومية مية، بس هركب معاكي دلوقتي نطلع على اي كازينو عايزه ادخل فيه الحمام. وتخش الحمام ليه؟ ما انت كنت في قلب الاوتوبيس ما دخلتش الحمام ليه؟ ولا بطنك مشيت عليك يا بنت؟ ما وصلت بنت وصلت وخلاص الحمد لله بالسلامه. طب يلا نطلع من هنا وانا احكي لك. يلا يا اختي تعالي جنبي بشوف اخرتها معاكي ايه يا ست كريستال. اللي انت بتقوليه ده. طب واحد شبه بابا ماشي، لكن واحد شبه شحته كمان ده مش ممكن ابدا. يا بنتي بقول لك اللي سمعتيه ده صح، وبعدين ماما نفسها قالت لي انها حاسه ان بابا لسه عايش. انا بصراحه بقى مش مصدقاك انت وامك، شكلكوا كده بتشربوا حاجات صفرة بتخليكوا تتخيلوا حاجات غريبه يعني. طب اقول لك على حاجه كمان، وانا مغمى عليا كان في واحد حاضني، الواحد ده بقى حضنه وريحته شبه ريحه ابويا الله يرحمه. اوبا شوفي بقى يا قطقوطه مين اللي كان حاضنك. طالما بقى الموضوع وصل لاحضان وريحته والكلام بقى كبير قوي كده، نستنى حليمه اما يجي نشوف رايه ايه في الموضوع ده. ميمي اخس عليك يا ميمي، انت حتى لا اختك ولا ايه يا ميمي؟ اللي انا سمعته يا بنات ده مين كفله الشر اللي هتطلع دي؟ تعالي يا عمتي وشوفي ابتسام بتقول ايه. ايه بتقولي ايه يا ابتسام؟ قال ايه؟ شافت بابا وشحته الله يرحمهم في بورسعيد. ايه الكلام الفارغ ده يا ابتسام؟ والله ما فارغ ولا حاجه يا عمتي، ده اللي فعلا حصل. اكيد حد شبهه. عمركم سمعتوا يا بنات عن حد مات وصحي تاني؟ وبعدين ابوكوا الله يرحمه ويحسن اليه مات وشبع موت. الله ينور عليك يا عمته، الله ينور عليكي. انا قلت الكلام اللي حضرتك قلتيه ده بالظبط، بس اللي انت بقى ما تعرفيهوش المصيبه الكبيره الفظيعه المريعه ان ماما كمان حاسه ان بابا لسه عايش.
ماما حاسه ان بابا لسه الكلام الفارغ ده. ايوه يا عمتو، الكلام ده فعلا حصل بيني وبين ماما، وماما بقى قالت لي انها حاسه ان فعلا بابا لسه عايش، لانها كل ما بتسافر بلد بتشوفه قدامها، بس كل مره بقى بيتصور لها بصوره غير الصوره اللي قبلها. يا حبيبه قلبي، يخلق من الشبه 40، وبعدين انت لسه صغيره وبتحبي ابوكي ومرتبطه بيه وبيتهيألك انك بتشوفيه، لكن لما تقولي لي ان كيدهم شافته تبقى الوليه اتجننت.